اليوم يعيش المغرب حالة طوارئ مائية حقيقية بسبب تواجد سنوات الجفاف وأيضا غياب استراتيجية واضحة للحفاظ على الثروة المائية والتعاطي مع هذه الصدمة المناخية التي أصبحت دورية، وعجز الحكومات المتعاقبة عن وضع رؤية حقيقية للتعاطي مع هذا التطور المناخي والكوارث المناخية، واللي أكدت يوما عن يوم أنه لزاما تكون هذه الاستراتيجية اليوم الحكومة اللي أصبحت ملزمة وتتعاطى مع هذا الملف بشكل جدي، فقط لأنه اليوم كاين ندرة كبيرة في مياه صالح الشرب أيضا في مياه السقي اللي كان لها واحد الأثر جد سلبي على 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 الوضعية المائية بالمملكة. لكن هذا نرى نجده احنا كمجموعة كبرى قرشور ضرورة التعاطي بواحد الشكل عقلاني ماشي برد الفعل ولا باستراتيجية استعجالية، بل استراتيجية مبنية على أسس حقيقية، خصوصا في ما يخص مياه تحلية مياه البحر. أن التجارب كانت عرفتها العيون، عرفتها الطنطان، عرفتها مجموعة من الأقاليم الجنوبية واللي عرفت الفشل، خصوصا أننا ما تعاطيناش معها بواحد الرؤية ديال متوسطة المدى وأيضا رؤية بعيدة المدى، لأن الآن مجموعة المحطات تتوقف على العمل بسبب غياب الأطر ديال الصيانة، بسبب غياب تجربة في هذا المجال. وحنا الآن مقبلين على وضع خلق مجموعة من المحطات اللي كيتطلب أننا أولا نكون الأطر اللي تشرفنا على الأطر المغربية اللي تشرفنا على الصيانة، أيضا أدوات دي بيس دو شونج أو التغيير بعد يعني مازلنا كنعتمدوا على التجارب برا، يعني خصنا الآن نعتمدوا على نفسنا في التصنيع لهذا الإمكان، تصنيع الآليات اللي يمكن تشتغل في داخل تحلية المياه. أيضا رؤيتنا للسدود، نكون مخصصين سدود فقط المياه الشرب وفقط سدود أيضا أخرى، لأن عندنا 40-50% من التساقطات المطرية كتمشي للبحار، حتى هي خصنا نوضعوا لها استراتيجية باش نحاولوا نغنوا الفرشة المائية وأيضا نغنوا السدود المائية ديالنا. ولكن هذا بالمجمل احنا خصنا استراتيجية واقعية حقيقية متوسطة المدى بعيدة المدى، ولكن ان الرد الفعل والتسرع في تنزيل استراتيجية كيكون مصيره الفشل، وهذا هو اللي ما بغيناش يكون، خصوصا ان التجارب الان محطة تحلية المياه بالعيون بالطنطان بالاسفي اللي كتعاني من قطاعات، وحنا مقبلين على الصيف ربما سيكون له واحد الوقت جد سلبي على الساكنين بمجموعة من مناطق المغرب الان اللي عندها خصائص كبير في الماء صالح الشرب. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.